هل في إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مزدلفة لإدراك الصلاة هناك، هل يدل هذا على جواز الإسراع في المشي إذا أقيمت الصلاة؟ لا، ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذا أقيمت الصلاة. الرسول ما أقيمت الصلاة وهو في طريق مزدلفة، ما أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة هو يمشي على الهوينا عليه السكينة. نعم.